حياكم الله مشاهدينا الأعزاء ومرحبا بكم معنا على قناة بينونة وتغطيتنا اليومية الخاصة بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من خلال برنامجكم من العالم إلى أديكس، حيث تتواصل فعاليات وأنشطة وبرامج الدورة 19 للمعرض في أرض المعارض بالعاصمة الحبيبة أبوظبي، وسط أقبال جماهيري كبير وحضور مميز لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالصيد والفروسية والرحلات وأسلحة الصيد والتراث البحري. مشاهدينا الكرام، لليوم الثالث من أيام المعرض تتواصل الزيارات الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي والسعادة والشخصيات العامة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، تقديراً منهم ودعمهم للتراث الأصيل وتشجيعهم للجهود الكبيرة التي يبذلها أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة أفراداً ومؤسسات في قطاع الحفاظ على التراث والعمل على تأصيله وترسيخه كجزء من هوية الدولة محلياً وعالمياً. نتابع معاً.
أعزائنا المشاهدين، النجاح الكبير والنقلة النوعية اللي حققها المعرض الدولي للصيد والفروسية منذ انطلاقه في العام 2003 هو نتيجة وثمرة جهود كبيرة بذلتها اللجنة المنظمة بدعم من نادي صقاري الإمارات الجهة المنظمة للمعرض والشركاء الاستراتيجيين من الداعمين والرعاة. نسلط الضوء بشكل أكبر على جهود نادي صقاري الإمارات واللجنة المنظمة للمعرض في تطوير المعرض والوصول به إلى العالمية. سعدنا أن يكون معنا معالي ماجد علي المنصوري الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، رئيس الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة. حياك الله معنا معاليك ومرحبا بك. الله يحييك. بداية نحن فخورين فيك بمناسبة إعادة انتخابك رئيسا للاتحاد العالمي للصقارة اللي تضم 90 دولة وما يقارب عن 115 جهة معنية. أنت تقودون دولة الإمارات إلى العالمية، الله يسعدك ووفقك على هذا الجهود. شكرا. الله يسلمك. بداية معاليك خبرنا عن زيارة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الزيارة التاريخية، وشو أثارت من التغيير والتطور في هذه السنة؟ الشيخ زايد الله يرحمه ويغفر له يوم أول زيارة لمعرض الصيد الفروسي كان قبل 20 سنة، فيوم جاء زار المعرض الله غفر له ويرحمه قال أريدكم تنظمون هذا المعرض سنوياً وتشتغلون عليه وتطورون. طبعاً اهتمامات الشيخ زايد الله يرحمه كان في الحفاظ على البيئة والطبيعة أو دمج التراث والصيد المستدام والتنوع الحيوي، علم يدرس يعني في حد ذاته، وعمق فهم الله يرحمه أن كيف تربط البيئة بالتراث بالهوايات اللي لها علاقة أيضا، لأن اليوم أكبر منظمات الصيد في العالم أسسوها كانوا صيادين، فما بالك برجل له اهتمامات بيئية كبيرة مثل الشيخ زايد الله يرحمه، وخاصة في الحيوانات اللي كانت منقرضة أو مشارفة على الانقراض عاد إحيائها خاصة في دولة الإمارات وفي دول كثيرة. فالله يرحمه كانت توجيهات إن كيف هذا المعرض اللي اليوم نشوفه كان نتاج لهذه الزيارة اللي قبل 20 سنة. فاليوم نحن الحمد لله يعني بدعم صاحب السمو رئيس الدولة الله يحفظه، ودعم سمو الشيخ حمدان بن زايد الله يحفظه، اليوم وصلنا إلى أن اليوم مشاركين في معرض الصيد الفروسي 58 دولة إن شاء الله من مختلف دول العالم. اليوم كل قارات العالم متواجدة في معرض أبوظبي للصيد الفروسي ممثلة بشركات كان من أوروبا وآسيا وأفريقيا أو أمريكا الشمالية. فالحمد لله يعني هذا كان كل نتاج هذاك التوجيه اللي جاء في أول زيارة للمغفور لله يرحمه الشيخ زايد. طبعا اليوم الدعم اللامحدود اللي يدعم معرض الصيد الفروسي صاحب السمو رئيس الدولة وزيارته السنة الماضية للمعرض الفات أعطى زخم أكبر للمعرض، وضع أيضا اللجنة التنظيمية في تحدي إن كيف تبرز، لأن توجيهاته كانت دائما كيف نطور بما يواكب العصر اليوم. فنحن الحمد لله نحاول إن نواكب هذه الرؤية، إن ندخل التقنيات الحديثة في الصيد، مواضيع الاستدامة. اليوم دولة الإمارات يعني هي مفخرة لأي دولة أخرى إن في مواضيع حماية البيئة، في مواضيع الصيد المستدام، في مواضيع اكثار الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، ولكن أيضا الاستفادة منها أنك تحافظ على تراث إنساني عالمي كان صيد بالصقور. دولة الإمارات قادت ملف تسجيل الصقارة في اليونسكو. اليوم عندنا أكثر من 25 دولة، وبدأت دول العالم اللي كانت تمنع الصيد بالصقور تعيد النظر لأن هي عضو في اليونسكو. فاليوم حقوق دولة الإمارات على الصيد بالصقور كبيرة، بداها الله يرحم الشيخ زايد، واليوم دعم صاحب السمو رئيس الدولة سمو الشيخ حمدان بن زايد. نادي الصقارين الإمارات اليوم يعني معروف على مستوى العالم، له دور في منظمات كثيرة. الاتحاد العالمي للصقارة أيضا له دور بالتعاون مع نادي الصقارين. أمس كنا وقعنا اتفاقية مع الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة كاتحاد عالمي للصقارة، أيضا مع اليونسكو. فكثير الحمد لله دولة الإمارات قادت ملفات كثير اليوم
اللي جعلت كثير من الدول مثل الدنمارك واليونان ومالطا وغيرها أن يعيدون النظر في إعادة إحياء موضوع الصقارة في دولهم. بيض الله وجهك معاليك. بما أنك كنت تتكلم عن نادي صقارية الإمارات بنتابع هالتقرير وراجع لكم إن شاء الله. طبعا نفس ما شفتوا جهود جبارة يقدمها نادي صقارية الإمارات بجهود للحفاظ على التراث والحياة وتوصيل الرسالة للأجيال السابقة القادمة. معاليك نباك تخبرنا عن المعرض ودوره في الترويج السياحي لإمارة أبو ظبي. طبعا المعرض الحمد لله يعني نحن يزورون أكثر من 100,000 سنويا إن كان من داخل دولة الإمارات أو من خارجها. فهذا طبعا له مردود اقتصادي على إن كان على الفنادق أو الأسواق في دول الإمارات وغيرها. فالحمد لله يعني نحن نحاول أن نقوم بجد، لكن الجهد الأكبر هو إبراز دور دول الإمارات اليوم من خلال المؤسسات المشاركة في المعرض، إن كان هيئة البيئة في أبو ظبي أو وزارة البيئة وتغير المناخي أو صندوق الدول المحافظة على الحضارة أو صندوق خليفة. فكثير جهات اليوم أيضا تبرز الوجه الآخر المشرق لدولة الإمارات، إن كان في الحفاظ على البيئة أو كتار الطرائد وإطلاقها في الطبيعة وإعادة تأهيلها وإطلاقها في الطبيعة مثل صندوق الدول المحافظة على الحضارة، الصيد المستدام. نعم، كصيد أيضا إبراز اليوم فكرة الصيد المستدام من خلال المحميات. نحن اليوم عندنا هذا العام 3 محميات من المملكة العربية السعودية الشقيقة مشاركين، ونحن نتشرف بأنهم مشاركين معنا إخواننا من المملكة العربية السعودية. هذه المحميات أيضاً تشوف تجربة دولة الإمارات وما وصلت إليه. طبعاً في تعاون بيننا وبين هذه المحميات إن شاء الله راح يتطور أكثر مستقبلاً. أيضاً الجهات المشاركة، فكل هذه تعرف لها مردود أيضاً تثقيفي على المجتمع في دولة الإمارات أو الزائر أن يعرف أن كم اليوم من الجهود الموجودة في دولة الإمارات.
بالإضافة للمردود الاقتصادي والسياحي لأبو ظبي. ما شاء الله، نحن شفنا أعداد كبيرة للزيارات وشفنا زيارات ومشاركات خليجية، ليه تخبرنا عنها؟ الحمد لله السنة عندنا مشاركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة، من دولة قطر، من الكويت، كل هذه الدول اللي مشاركة بأجنحة ومع محلات، دائما يعني كثير منهم ممكن كملوا معانا الآن 20 سنة بمشاركاتهم. بعض الزوار لا زالوا كل معرض يزورونا من السعودية ومن قطر ومن الكويت. والسنة الزيارات الخليجية أيضا يعني نحن كنا نتوقع أن يجونا في نهاية الأسبوع، السنة ما شاء الله من أول يوم قمنا نشوف شباب يعني أصدقاء جايين من السعودية ومن قطر ومن الكويت ومن البحرين ومن سلطنة عمان، فنحن نحب فيهم في دولتهم دولة الإمارات بإذن الله. ما شاء الله المعرض متميز معاليك بالمزادات اللي تقوم فيه، من مزادات الإبل والخيول، وكنا نسولف تخبرني عن الصقور. نعم. المزادات فيالي تخبرنا عنها أكثر. الحمد لله يعني بجهود المؤسسات أيضا في دولة الإمارات، إن كان اتحاد الفروسية أو المجموعة العلمية المتخصصة، كل هاي الجهات يعني التوجيهات من أصحاب السمو ورؤساء هذه الجهات، اليوم الجهات قاعدة تشارك بقوة في مزادات، إن كان الإبل أو الخيل أو الصقور. أيضا الصقور اليوم زخم كبير جدا، وإن شاء الله في آخر يوم راح يتم السحب على صقور مقدمة من مركز المجريب لإنتاج الصقور في المغرب. فكثير من الجهات بدأت تشارك، وهذه الجهات يعتبرون أن هذا المعرض منصة ولهم هم يعني، فيحاولون أن يكون هم أيضا نقطة جذب للجمهور، لأن كله في النهاية يخدم مكانة أبو ظبي، المكان اللي واصل لها بهذه الجهات. لأن سمعنا أن في 14 طير بيقدم للجمهور. نعم. معاليك، في عندنا مؤتمر سنوي المهم للاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، شو أهم المواضيع اللي بيرتكز عليها المؤتمر؟ طبعا المؤتمر بدأ يوم أمس، أول بداية كان عن موضوع توقيع الاتحاد العالمي للمحافظة على يعني المحافظة على الصقور، أول مرة يوقع مع الاتحاد العالمي لصون الطبيعة، أيضا أول مرة يكون في اجتماع بين هالثلاث مؤسسات اللي هو الاتحاد العالمي والاتحاد الدول الإعفاق واليونسكو، يتكلم عن الصيد والتاريخ الغير ملموس وعلاقته بالصيد والمجتمعات المحلية. فالمؤتمر كله من تجارب الدول، أيضا البرامج التعليمية اليوم اللي مثلا في أول يوم كانوا يناقشون كيف نربط كل الأندية والبرنامج التعليمي في هذه الأندية بالله. فهذا المشروع بدأ أيضا بدعم من أبو ظبي، بدأ في منغوليا، كان زيارات للمدارس بالتعاون مع مدرسة الشيخ محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء. اليوم عندنا أكثر من 2000 شخص تدربوا في مدرسة محمد بن زايد للصقارة، صار في تبادل معرفي يعني اليوم باستخدام التقنيات، أيضا صار ربط بين المدرسة مع الطلاب اللي في منغوليا، مع الطلاب اللي في بريطانيا، مع الطلاب اللي في الدول الثانية. فنحن الآن نحاول أن كيف نربط، كيف نستفيد من التقنيات بربط هذا وزيادة الوعي حول الصقارة العربية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الصقارين على مستوى العالم. فالاجتماع هذا يتكلم عن الدور الإنساني زين في التراث الغير ملموس زين، وعلاقته بالمجتمعات المحلية أو المجتمع المحلي، وكيف اليوم مردودات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم. مستهدفين الشباب في هذا المؤتمر، اني اشوف تركيز كبير على الشباب. صحيح. مشاركين في هذا المؤتمر. هو عندنا نحن يعني الاتحاد العالمي يحاول اليوم ان يجذب الشباب لهذه لفن الصقارة. نحن الحمد لله يمكن في دولة الامارات ودول الخليج يعني الشباب اذا لبوا صقار عادة يطلع حد من العيال صقار. في الدول الثانية بسبة القوانين وايضا انقراض الفرائض بدأوا الناس يعني يتركون هذه الهواية.
فبين نادي الصقارين ومنظمة اليونسكو والاتحاد العالمي نحاول إن كيف نرجع الشباب في المجتمعات إن كان في أوروبا أو في أمريكا وغيرها إنهم يستفيدون. فمركزين عندنا 14 دولة الآن، شباب من 14 دولة مشاركين في هذا المؤتمر كصقارين، ينقلون هذه أيضا الصورة حق بلدان. الله يقويكم على هذا المجهود معاليك، بس لو تخبرنا شو خططكم الجاية لتطوير المعرض في السنوات القادمة؟ إن شاء الله إذا بتكشف لنا شيء عاد إن شاء الله. في كثير يعني من المواضيع، نحن إن شاء الله يعني بعد عرض موضوع المزاد الصقور على سمو رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمدان مزايد، أعطانا سموه أن نبدأ السنة الجاية أن يكون فيه أيضا مزاد للصقور، أيضا أعطانا أن إعادة هيكلة استراتيجية المعرض أن يكون جاذب أكثر. فإن شاء الله في مفاجآت جديدة إن شاء الله جاية في المعرض القادم، إن شاء الله أنه بتكون أفضل وأفضل، لأنه دائما يعني اسم أبو ظبي نفسه جاذب، فنحن نتمنى أنه كمعرض نرقى لهذا الاسم، فهذا هو. فمعرض أبو ظبي للصيد والفروسية نحن نتمنى أنه نرقى لأنه هو اسم براند في حد ذاته. فاليوم النقطة الجاذبة للجمهور اللي يجونا من خارج دولة الإمارات أيضا أن يشوفون اسم دولة أبو ظبي ودولة الإمارات، فالحمد لله يعني حتى على المستوى الخليجي أو حتى على المستوى العالمي. كل الشكر والتقدير لمعاليك وطول عمرك وشرفنا اليوم في الاستديو. الله لا تشرفك. نتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله في السنوات القادمة. شكرا لك. الله يسلمك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود لاستكمال فقرات أمسيتنا لهذه الليلة، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، ما زلنا متواصلين معاكم من المعرض الدولي للصيد والفروسية عبر قناة بينونة وبرنامجكم من العالم إلى أديكس. يسعدنا أن يكون معنا في محطتنا الثانية لهذه الأمسية السيد أحمد السويدي، رئيس قسم العلاقات العامة في قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل، الحديث عن مشاركتهم في المعرض الدولي للصيد والفروسية. حياك الله معنا أخوي أحمد ومرحبا بك في استديو قناة بينونة. يا مرحبا بك. يا مرحبا بقناة بينونة. الله يطول عمرك. بداية خبرنا عن مشاركتكم في معرض الصيد والفروسية هذه السنة. نحن مبدئيا قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل من المشاركين في المعرض من دورة 2015، ونعتبر نفسنا من المشاركين ومن الداعمين لهذا المعرض، ودائما نفضل أن نكون دائما متواجدين في هذا المعرض وجميع المعارض الوطنية والمعارض التراثية اللي موجودة في الدولة. فخبرنا أهمية هذا التواجد في هذه المعارض في هذه المهرجانات، تواجدكم شو هدفه للعرض؟ الهدف الرئيسي، نعم جزاك الله خير، الهدف الرئيسي من تواجدنا نحن في مثل هذه المعارض هذا المعرض بالذات هو يكون لنا فرصة للتقارب أكثر من الجمهور. نحن جهة تخدم جمهور كبير اللي هو جمهور أو قطاع فئة الصيد وفئة النزهة البحرية، الصيد البحري والنزهة البحرية في دولة الإمارات. فنحن عمليا نخدم 7 إمارات، جميع الإمارات اللي لها شواطئ على البحر نحن متواجدين فيها. فهاي فرصة أن نلتقي بالجمهور بشكل أنفر يعني بشكل غير رسمي ونتلاقى معها. نعم الله يسلمك. الله يطول عماركم. لا بالعكس، جهودكم أنتم مبذولة بشكل كبير. فبنا نتعرف على مشاركتكم في معرض أبو ظبي للدولي للصيد والفروسية من خلال هذا التقرير. تابعوا معنا، راجع لكم إن شاء الله.
رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا جناح جهاز حماية المنشآت. أخويا بس بسألك شو اللي تقدمونه أنتوا للزوار، لزوار جناحكم في المعرض من معلومات من توعية؟ مبدئيا نحن نرحب بجميع الزوار اللي زارونا وندعي اللي ما وصلوا بعد، ندعيهم أنهم يكونوا عندنا في الجناح في الهول 10. ومبدئيا نحن هدفنا الرئيسي من التواجد واللي قايمين في الوقت الحالي أن نعرف الجمهور عندنا المعرض البحري اللي يقيم بالنقاد أحمد صالح حنبلو، نعرفهم عن ماضي الماضي البحري، ماضي التراث البحري والأدوات القديمة اللي كانت مستخدمة. وكذلك في عندنا قسم التسجيل البحري، هو قسم يخدم فئة كبيرة من المجتمع اللي تسجل زوارق الصيد، زوارق النزهة، وكذلك الجيتسكي في المناطق المسموح بتسجيلها. فنعرف الجمهور شو الأشياء اللي تكون مطلوبة بالنسبة للتسجيل، شو الأشياء المحظورة، كذلك نعرفهم على المناطق المسموح بالصيد، المناطق الممنوع بالصيد، المناطق اللي ممكن التواجد فيها، المناطق اللي لا يمكن التواجد فيها. وكذلك هذا فقط ننشر رسالة توعوية، لأن البحر في بعض المخاطر وفي بعض الأماكن اللي لا يمكن التواجد فيها لوجود منصات بترولية أو وجود أو يكون حالة البحر ما تسمح. فالحمد لله نلقى قبول من الجمهور، نقدر نتفاهم معاهم هنا ونوصل الرسالة. سلامة الجمهور بعد. نعم الله يسلمك أستاذ حميد. فخبرنا عن خدمات حرس السواحل للجمهور، لاني اشوف ساعات الشباب يعني يركزون اكثر على الاماكن النفطيه اللي تكون في البحر بسبب وجود الاسماك فيها. نعم، من يعني الخدمات اللي تكون موجهه من حرس السواحل مباشره للجمهور هي خدمات التسجيل البحري، لان سواء كانت قوارب صيد او قوارب نزهه او حتى القوارب التجاريه يسمحون لهم في فترات يعني. نعم، هاي لها خطوات تسجيل تكون مشتركة ما بيننا نحن، ويعتمد على الإمارة اللي أنت موجود فيها ما بيننا نحن وبين وزارة المواصلات ووزارة وهيئة البيئة والبلديات المحلية. كل إمارة لها خصوصية في موضوع التسجيل، ولكن نحن كهيئة اتحادية نتواجد في أكثر من إمارة، فنحن مكاتبنا تكون ضامنة تشمل فيها خدمات التسجيل وكذلك خدمات التأمين. وكذلك نحن في من ضمن الخدمات اللي نقدمها خدمات البحث والانقاذ وخدم يعني النشرات الجويه اللي تطلع من عندنا في نقاط الصيد، نبلغ الناس بحاله الجو قبل يعني قبل الخطوه الاخيره قبل لا يطلع بحر. نحن نعطيهم مثل ما تقول تحذيرات نهائيه ونبلغ الناس. يعطيكم العافيه. بس كيف طريقه التواصل معاكم استاذ حميد في حاله الطوارئ؟ ولا اسرع وافضل طريقه للتواصل معنا عن طريق الخط الساخن اللي هو 996، هذا الرقم موجود وعلى جميع امارات الدوله، وخط شغال 24 ساعه ونستقبل عليه جميع انواع الحوادث او جميع انواع المكالمات، من اللي مفقودين في البحر، من اللي عندهم مشاكل سواء كان نقص في البترول او ان في شخص ضايع او ان حالات اصابه او حالات مرضيه تكون موجوده في البحر، او حتى يعني حالات ما تمر تخطر مثلا الحوادث البحريه، او حتى لما يكون في حد من المواطنين او يعني المقيمين كذلك يبلغونا عن حالات التلوث اذا شافوا في البحر، او اذا شافوا اي اجسام مشبوهه تكون مثلا اجسام مرميه في البحر او يعني اي شيء يشكل خطوره. نعم نتلاقى نلقى يعني اشياء وتجاوب كبير من الجمهور على هذا الرقم، وهو موجود يعني طول السنه شغال. جهود جباره تقدمونها في الحفاظ على البيئه البحريه، يعطيكم العافية وموفقين. بس السؤال الأخير أستاذ حميد، خبرنا عن شو رأيك في المعرض وزيارتك للمعرض وهاي النسخة 19 معرض أبو ظبي الدولي للصيد الفروسية، كيف شفت الإقبال وشو الأجنحة اللي أنت تميل يعني أنك تروحها وتزورها؟ نعم، المعرض هذا نحن مشاركين فيه من 2015، فعندنا نقدر نحكم أن نشوف أنه ما شاء الله كل سنة أو كل نسخة هي أكبر بنسبة 20-25% من النسخة اللي طافت، وأعداد الشركات يعني ما شاء الله الله يزيدهم يعني، وهذا أكيد من جهد القائمين على هذا المعرض أنهم قادرين يستقطبون شركات كبيرة وأسماء كبيرة في عالم الصيد والفروسية والآليات البحرية أو الآليات البرية. فها يعني مجهود، أنا أعتقد وأنا من ضمن المشاركين معاهم عارفين أن هذا مجهود جبار، وأنه مش فقط هي فترة المعرض الأسبوع، هو عمل دؤوب لمدة سنة كاملة وعصارته تطلع خلال الأسبوع هذا. المعرض جدا جميل وملاحظ يعني أن الزوارة يوم عن يوم يزيدون، وما شاء الله السوشيال ميديا بدأت
تركز عليه من الانفلونسر او الشخصيات اللي موجوده يعني الاعلاميين مؤثرين ما شاء الله عليهم من دوله الامارات ومن الخليج العربي ينشرونه. وبالنسبه لي انا اكثر الاجنحه اللي احب هاي الاجنحه اللي فيها قسم التسليح والطيور. امانه هذا شيء شخصي. هاي طيور شكلك. الله يسلمك. شكرا لك. الله يحفظك ويسلمك. تشرفنا بزيارتك في الاستديو استاذ حميد السويدي، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح في مهامكم وما تقومون به وما تقدمونه لهذه الدوله. الله يحفظكم ويطول اعماركم. اعزائنا المشاهدين فاصل قصير وبنعود تريونا. يعطيكم العافيه. Ticket number, who's the winner? The third one, 8-600-2451-8-323-789. Congratulations. Alf mabrook. Al-Faiz al-Thalith ma'ana lihada al-yom. Al-Faiz al-Rabi' Sultan wala diab? Okay, close your eyes when you pull. All our sponsors still ARB Emirates. He gave us his gift. The fourth is going to be ARB Camp Table. The winner, his ticket number 18-600-2560-58-61385. Congratulations for this ticket. The fourth winner we have our the sponsor give. They give it ARB Emirates. Let's go to fifth. Come on. نشوف الفائز الخامس معنا في السحب. والجائزة مقدمة من سوبر امبكس جنرال تريدينج بريول جلاسس. جائزتين مقدمة من هذا الدعم. Two gifts give from this sponsor سوبر امبكس جنرال تريدينج. Let's see who's the winner. The ticket number 20124-2567-377-5104. Congratulations for this winner. هذا الفائز معنا الخامس. نشوف السادس. عندنا اليوم الأبطال سلطان وذيب ذياب أخوان. يا رب. الفائز السادس. Let's see the sixth winner we have here. His ticket 20124051675206444. Congratulations for the sixth winner we have here. Let's go to seven. الفائز معنا في هذا السحب المركز وهو السابع معنا على هذه الجائزة، والجائزة مقدمة من فور ويل إتو سبير بارتس اكسسوارز تريدينج. الجائزة اير كومبرسر، منفاخ هواء للتواير. والفائز معنا والوينر هنا تيكت نمبر 20124658428173250. ألف مبروك للفائز معنا اليوم، والجائزة مقدمة من فاير ويل إيتو سبيرز بارتك سيريس تريدينج. القادم والفائز المركز السابع، نشوف الفائز السابع اليوم. عفوا هذا يمكن الثامن او التاسع. الجائزه مقدمه من ذا كابتن كلوب، قسيمه شرائيه
the sponsor, the captain club, one for sh- okay. الفائز معنا رقم التذكرة, the ticket number 18-599-5268-7435-138. His name Martin Head. نشوف الفائز القادم أيضا, والجائزة مقدمة من سوبر شين أوتو كير وقسيمة شرائية قيمتها 986 درهم. The gift 686 درهم for this winner, Super Shane to care. He is the sponsor for this winner. The ticket number 201-24-1344-1901-402. سلطان وذياب يعطيكم العافية, شكرا لكم. وعندنا الاثنين بعد بيسحبون, يعطيكم العافية, شكرا. شكرا شكرا. تعرف على أسماءكم, اسم الكريم عايض, عايض والنعمي عايض. اسمك عقاب. عقاب يلا الآن بتسحبون الفائزين وانتم مقمضين. كلوز يور آيز. كذلك الجائزة مقدمة من سوبر شيني تو كير وقسيمة شرائية 986 درهم. Just one حبيبي. الفائز معنا رقم التذكرة 201-260-89-33-45-865. وكذلك ما زلنا مستمرين في هذا الدعم. سوبر شيني تو كير يقدم الجائزة كذلك الثالثة في هذا اليوم. Still the sponsor, he gave the three gifts for sure worth the 986 dirham. Get one, close your eyes before you fall one paper. The winner ticket is number 186-0087-05-118260. الجائزة والمقدمة كذلك من سوبر شيني تو كير قسيمة شرائية 986 درهم. قفل عيونك قبل تسحب التيكت. خلاص. The ticket number with the winner 18-599-86-85-782-7249. شركة تصليح قدم جائزة لمعرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية, والجائزة كم؟ مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. محطتنا الختامية ضمن تغطياتنا الخاصة لفعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية أبوظبي 2022. يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد خالد بن سيفان
مشارك في قسم الصقور والمسؤول عن مزاد الصقور. حياك الله معنا اخوي خالد. يا مرحبا بجسيم، حياك الله. الله يطول عمرك. يا مرحبا. بداية اخوي خالد سيفان، يعني خبرنا عن مشاركتك هالسنة في معرض ابو ظبي للصيد الفروسي. الله يطول عمرك، نحن كل سنة مشاركين في المعرض هذا ونسوي فعاليات للجمهور وللزوار، ولازم تسوي لك حركة شوي. كيف تشوف الاقبال عندكم؟ والله الحمد لله طيب، حضور المزاد البارحة فوق ال 200 شخص ما شاء الله، واليوم هذا ثاني يوم وتعدينا الرقم الامسي. الله يوفقنا وياكم ان شاء الله. خبرنا عن انتاج الصقور وتطوره واقبال الاشخاص المهتمين لاقتناء الصقور. الله يطول عمرك، نحن صقاقير ونمينا هوايتنا هذه بانتاج الطيور يعني تكاثرهن في الاسر الطيور هذه، وننتج الطيور، ننتج الفصائل المختلفه حسب ان عمرك بدنا على العرب، لان عندنا الوحش نحن مقطوع. الوحش مقطوع حسب عن الانقراض ما انقراض الامور هذه، انجبرنا ان ننتج الطيور ونوفر الانتاج للصقار واللي يبي يقني طير. ما شاء الله عليكم. نعم. يعطيكم العافيه. بس خبرنا عن المزاد اكثر اللي يقام عندكم يوميا. المزاد طال عمرك، المزاد احنا كل سنه نسوي فيه المعرض. وانا ما بيديد على المزاد، انا اسوي مزاد من سنه 99 تقريبا ان شاء الله. نعم، لكن المزاد عبر اول شيء كان على الـ 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 اللي هو السوشيال، لا على المسجات العاديه البيبي ما بيبي والامور هذه، وخلاص تطورنا على الانستغرام وجروبات الواتساب وتطورنا في المجال هذا، والبرامج الله يباس كل يوم شيء جديد نازل، ونحن نتطور مع التطور اللي يستوي. بالعكس هذا هو الصح، ان الواحد يواكب طبعا الزمن، يواكب الحياة. الشيء الجديد. وثاني شيء طبعا هني ضمن المزاد اللي في المعرض غير عن مزاد التليفون، شيء لايف حضوري وتشوفه قدامك، تشوفه قدامك، تفحص الطير، تطالع، تقيس الطير، يعني شيء قدام عينك، شيء واقعي، عرفت كيف؟ والمفاجأة إن شاء الله بتكون في آخر يوم المعرض بإذن الله. عاد نبغى نعرف عدد الدول يعني المشاركين عندكم. المشاركين طال عمرك من خليجي ومن إماراتي ومن طال عمرك أوروبي، وشفت اليوم جمهور من إسبانيا، من بريطانيا، من يعني جنسيات مختلفة كثيرة، حتى من فرنسا عندنا يمكن حضور 2-3 أنفار ما شاء الله. نعم، يعني حتى دول خارجية. نعم نعم، ومن اليابان، من اليابان ومن الصين، ترى عندهم صقاقير وهالطير، وهذا دل على حسن تنظيمكم وترتيبكم في المزاد والنجاح. الله يوفقكم. الله يطول إن شاء الله. آمين. هل المزاد يكون لأنواع معينة أستاذ خالد، ولا أنه بشكل عام؟ لا، لازم تحط لهم في عمرك شيء مشكل من كل فصيلة، تحط لهم من كل على ما قال بستان زهرة. يا سلام، لازم تنوع. وعندنا مفاجأة إن شاء الله في آخر يوم بتكون ختامية، وختامها مسك بإذن الله. بإذن الله. نعم. عسل الله يوفقكم. تقدر تخبرنا عن الشروط المعينة لتنظيم المزاد؟ الشروط المعينة طعمك اللي بيشارك في المزاد الحضوري، المزاد الحضوري يسلم مبلغ رمزي عند الباب ويأخذ له رقم للمزايدة. المزايدة من تحت 10,500 فرق السوم، ومن بعد 10,000 ألف، ومن بعد من بعد 100,000 5,000 فرق السوم على الطير يعني. وكم وصل السوم في هاليومين؟ أعلى والله سوم؟ والله طال عمرك أعلى سوم بعناه في المزاد ثاني يوم 18,000 درهم. ما شاء الله. نعم. ومحضرين، أنا أسمعك تقول لي محضرين شيء حق آخر شي يوم. أنا إن شاء الله أنها بتكون مفاجأة للجمهور، ما نبى نحرق الشريط الحين، لكن إن شاء الله مفاجأة، ومنزل لهم طير بيكون إن شاء الله الترا وايت، طير أبيض ومن الطيور النادرة والقليلة، بيكون مفاجأة وبيكون حصري للمعرض فقط. بيض الله. الله يطول عمرك. أخوي خالد، شو حاب توجه كلمة أخيرة للمتابعين والمشاهدين والصقارين اللي مثلك؟ الله يطول عمرك. يقول لك ما حد طاح من بطن أمه متعلم. يا سلام. لا تقول أنا ما أعرف. أكيد. قول أنا بتعلم، وإذا أنت تبي الشيء بتوصله. حط لك نقطة وحاول توصل للنقطة هاي اللي أنت تتمناها. بإذن الله. نعم، سوى الطير مخلف عليك، سوى هاي هواية. قض النظر عن مخلف مش مخلف، هاي هواية إذا طبعًا أنت تبدع فيها طبعًا بتصير فوق. وأكل الزبيب على ما قال حبة حبة. إيه والله. الله يطول. الله يطول. كل الشكر والتقدير. الله يرحم وجودك عندنا هني. مشكورين، مشكورين على هاللغة الطيب وعلى هاللغة الخفيف من تلفزيون، من قناة بينونة.
الله يبيض ويوهكم، مشكورين على اللقاء الطيب. نتشرف فيك. الله يطول عمرك وجسد. يعطيك ألف عافية. أعزائنا المشاهدين متابعي قناة بينونة، وصلنا معاكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من العالم إلى أديكس. شكرا لمتابعتكم وكل الشكر لضيوف حلقتنا اليوم، والشكر موصول أيضا للشركات العارضة وجمهور التراث والفن الذي أثرى المعرض في يومه الثالث، كذلك المؤسسات والهيئات الوطنية اللي ما تزال تقدم تشكيلة متنوعة من البرامج والأنشطة التراثية والثقافية والفنية. موعدنا يتجدد معكم غدا إن شاء الله وفي نفس الموعد. انتظرونا على قناة بينونة وفي أمان الله.